ده كان مميزه شيء جديد يعني على الكويت وعموما الخليج. انا بنيه شيء تمارس شويه رياضه فيها قوه، ما قلت تف بس فيها قوه، فيها تركيز، فيها يعني هي رياضي يعني رياضه عموما ما ترى تفرق بين ريال او مره. انها لعبه مختلفه عن باقي الالعاب وفيها تحدي وشويه صعبه، يبي لها شجاعه يعني ومختلفه يعني عن باقي اللعب فشدتني يعني. اتمنى الحين ان شاء الله من الهيئه الشباب الرياضه وان شاء الله على راسهم مدى فليطح انه يسوي لنا كل لعبه مكان ان البنات خاص بالبنات عشان يلعبون، عشان اذا تبي انتاج عط ها. وشيء ثاني اللي ابيه انه يبون لي مدربين محترفين، ما يبون لي اي مدرب.